يقول السائل: هل المسبل والحالق والحالق للحيته من هل المسبل والحالق للحيته من المجاهرين بالفسق الذين تجوز غيبتهم؟ وجزاكم الله خيرا. أما الإسبال فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وفاعله فاسق، لأن مرتكب الكبيرة يكون فاسقا. وأما حلق اللحية فهو حرام ومعصية، لكنه ليس مثل الإسبال، الإسبال أشد والعياذ بالله. وإذا داوم على حلق اللحية صار مجاهرا، إذا داوم عليه ولم يغير هذه العادة القبيحة هذا من المجاهرة بالمعصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فيجب على المسلم التوبة إلى الله وترك المعصية والرجوع إلى الصواب وإلى الحق، ولا يتمادى في الباطل ويتمادى في المعاصي ويقلد الناس. الواجب على من تبينت له السنة وتبين له الحق أن يرجع إلى الصواب.